مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه الاهلي الليله النهارده. طيب معانا مداخله مهمه جدا جدا يا عمر في هذه اللحظات طبعا مع احد نجوم النادي الاهلي والمدرب العام في الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي كابتن محمد يوسف. يا كابتن يوسف مساء الفل على حضرتك. مساء الفل. مساء الفل. ازيك يا امير؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله بمسي عليك ومسي على عمر. كابتني ازي حضرتك؟ الله يخليك. يا رب تكون دايما بخير يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي. كابتن يوسف في البدايه طبعا عايزين نطمن ونطمن كل جمهور النادي الاهلي على استعدادات الفريق لمباراه بتروجيت بعد بكره ان شاء الله، هذه المباراه الهامه والمصيريه اكيد في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. والله طبعا استعداداتنا انت عارف طبعا الاسبوع اللي فات بعد انتهاء يعني اخر مباراه الجونه تم طبعا اعطاء الفريق راحه لمده 48 ساعه يومين. مباراة بيراميدز تم تأجيلها وبعد كده بدأنا على طول شغلنا. استعدادات يومية طبعا، كل تركيزنا طبعا على مباراة بتروجيت، مباراة مهمة ومباراة بالنسبة لنا محطة من المحطات المهمة طبعا. جدا انت عارف طبعا ان تلعب على مشوار دوري طويل، وبالتالي طبعا كل ثلاث نقاط مهمين جدا ان انت تكون مركز فيهم ويكون هدفك معروف يعني. بس طبعا اشتغلنا طبعا يعني بشكل مكثف لان بعد اليومين الراحه كان فيه رفع للاحمال شويه، وبعد كده الحمد لله بدانا ننزل بالحمل من امبارح والنهارده وبكره ان شاء الله كمان، وهنتوجه للمعسكر بكره ان شاء الله. كابتن يوسف دايما يعني او كالعاده في الايام الاخيره دايما الاصابات عديده وكثيره، لكن الاهلي دايما معودنا ان اي واحد بيكون موجود في الملعب أو على مقاعد البدلاء بيكون على قدر المسؤولية بثقة الجهاز الفني وبثقة زمايله جوه الملعب. أكيد طبعا غياب السلاية وغياب شريف إكرامي أكيد يعني خسارة كبيرة، لكن إزاي بتستعد وإزاي دايما بتعوضوا الغيابات اللي موجودة في المباراة يا كابتن؟ هو طبعا أنت شغلك كله بيبقى شغل بشكل شامل، أنت بتجهز يعني فريقك كله ولاعيبتك كلها بمختلف المراكز تحسبا لاي ظروف بتقابلها. انت عارف طبعا بطوله الدوري 34 اسبوع طبعا، البطوله بتستمر ل 8 9 اشهر يمكن اكتر كمان في مصر السنه دي عشان نتيجه الظروف اللي 13 شهر يا كابتن يوسف. يعني السنه دي في ظروف مختلفه شويه، وبالتالي لابد ان انت تستخدم كل لعيبتك، كل لعيبتك موجوده، كل لعيبتك هتشترك وكل لعيبتك هتعتمد عليها، وبالتالي انت بتشتغل مع الفريق كله او العناصر كلها اللي موجوده معاك تحسبا لي زي ما بقول لك ايقافات، زي سعد سمير مثلا هيغيب على الايقاف او السوليه هيغيب نتيجه الاصابه، شريف اكرامي ايضا، وبالتالي لابد فريق الدوري او فريق البطوله لازم بيمتلك عناصر يعني متساويه في المستوى ومتساويه قصدي ايضا في التجهيز البدني والفني والنفسي حتى كمان مهم جدا. طيب كابتن يوسف عايز اطمن بالتحديد على كل من وليد ازارو واحمد فتحي وكمان صالح جمعه، اعتقد ان هم خلاص بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي، هل في نيه ان هم يكونوا متواجدين في قائمه المباريات المقبله ان شاء الله؟ بيشتركوا طبعا بقالهم فتره وبيشتركوا بشكل مميز جدا، وطبعا من المتوقع تواجدهم، دي حاجه طبقا طبعا لرؤيه التدريب الفني، يعني التدريب الفني بيبقى ليه رؤيه، لكن هم بيتمرنوا بصراحه بقى لهم فتره بيشتغلوا بشكل كويس جدا وجاهزين، لكن طبعا الدفع بيهم وتوقيت الدفع بيهم وكده دي طبعا اختصاص المدير الفني. كابتن يوسف وجود الكابتن الخطيب في التدريبات اكيد شيء مهم جدا وشيء بيعطي بعض الحماس، و يعني رسالة مهمة جدا لكل اللعيبة اللي موجودة ان لقاءات شهر مارس لقاءات مهمة جدا ولقاءات حاسمة. مارس وفبراير ويناير وديسمبر خلي بالك. بس يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجة يا كابتن يوسف. ان مباريات شهر مارس يعني عندكم شوية طبعًا راحة. افريقيا معاك، انا معاك، هي طبعا هي لعلمك اقل في العدد بس بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه، ان حضرتك عندك اثنين لقاءين في مارس في افريقيا حاسمين جدا سواء في الصعود او سواء في المركز الاول، ايضا بطوله الدوري بتروجيت والزمالك هيفرق بشكل كبير جدا يا كابتن يوسف. معاي. انا خليني اتكلم معاك طبعا، تواجد الكابتن الخطيب طبعا هو دائما بيبقى قريب الفريق ما بيبعدش، تمام، بيحب يطمن على الفريق، بيحب يدي دفعه
ودي حاجه بتفرح جدا الفرقه واللاعبين والجهاز. فهو بحس لعيب كوره كمان يعني، هو بحس نجم سابق ولاعيب كوره سابق، فاكيد بيتواجد من فتره لاخرى يعني. لكن انت زي ما قلت مباراه مارس مباراه مهمه جدا رغم قله عددها، يمكن احنا لعبنا في فبراير عدد مباريات كبير حوالي 8، في يناير لعبنا حوالي 8 او 9، في ديسمبر برضو لعبنا حوالي 8 او 9، لكن في مارس اربع مباريات هيبتدوا ببتروجيت ثم بيتا كلوب ثم شباب الثوره الجزائري ونهايه بمباراه الاهلي والزمالك. فطبعا الاربع مباريات زي ما انت قلت فيهم اثنين افريقيا هيحددوا بشكل كبير شكلنا في التاهل ان شاء الله من دوري المجموعات، ومباراتين في الدوري فيهم مباراه بطوله خاصه يعني زي ما احنا عارفين. لكن احنا زي ما انا قلت لك احنا مهم جدا بناخد كل خطوه بخطوتها، يعني مهم جدا كل تركيزنا حاليا في مباراه بتروجيت اللي هي هتقام ان شاء الله يوم الاثنين. بعد ما بنخطي او بعد ما بنعدي الخطوه دي بنبدا نفكر في الخطوه اللي بعديها، ما بنفكرش في خطوات متتاليه او بنفكر دلوقتي في بيتا كلوب او بنفكر في شباب الثوره الجزائري، احنا كل تركيزنا دلوقتي مباراه بتروجيت، بعد كده بنبدا نقفل ملف الدوري ونبدا نركز في مباراه افريقيا اللي هي فيتا كلوب. طيب كابتن يوسف، يعني ممكن جمهور النادي الاهلي قلق شويه بعد ما عرف ان الشريف اكرامي تعرض للاصابه وكان قبليه محمد الشناوي، في البدايه عايز اطمن على جاهزيه محمد الشناوي وهل في امكانيه الخوض لمباراه بتروجيت ولا لا، وكمان ترد تقول ايه على القلق الخاص بحراسه المرمى شويه بنادي الاهلي بعد هذه الاصابات، وخصوصا ان احنا عندنا حراس مميزين جدا وكمان عندنا علي لطفي حارس جيد ومصطفى شوبير حارس صاعد ممتاز، يعني حضرتك حابب ترد تقول ايه وعايز اطمن طبعا على جاهزيه محمد الشناوي. بالنسبه للشناوي طبعا اتمرن معانا يعني اتمرن معانا امبارح، دخل التدريبات معانا والنهارده برضو اتمرن معانا يعني ماشي بشكل كويس جدا في التدريب. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا يعني زي ما انت بتقول خساره او يعني اصابه شريف اكرامي عملت شويه بعض القلق طبعا للجمهور وللجهاز، لكن في موجود طبعا علي لطفي من الحراس الواعدين مع الشناوي، طبعا الشناوي بحارس النادي الاهلي وحارس منتخب مصر طبعا جاهز، وايضا علي لطفي موجود، وفي كمان في عنصرين صغيرين مصطفى شوبير واحمد طارق، اثنين عناصر بيتمرنوا دائما مع الفريق الاول واثنين مبشرين وليهم مستقبل كويس. كابتن طارق سليمان بصراحه باذل مجهود كبير جدا طبعا مع الحراس وباذل وشغال باستراتيجيه يعني ممتازه، فانا مش عايز حد يقلق، الحمد لله عندنا حراس مميزين، عندنا ثلاث حراس سواء الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي، ثلاثه منتخب مصر منهم اثنين كانوا في كاس العالم اللي فات بالظبط. علي لطفي ايضا قبل يعني يمكن لما جبناه كان حارس منتخب وطول عمره في منتخبات سواء ناشئين او اولمبي، فحارس ليه تاريخه. فانا بتكلم على ثلاث حراس اي حد فيهم يقدر ان هو يؤدي الاداء المطلوب منه يعني. كابتن طارق شغال معاهم بينزل معاهم مجهود كبير جدا، عامل لهم يعني عايز اقول تحضير سواء نفسي او بدني او تكتيكي بشكل كبير، ونتمنى ان شاء الله النجاح ليهم ونتمنى التوفيق ليهم ان شاء الله وربنا يبعد عنهم الاصابات. كابتن يوسف اسالك سؤالين معلش، يعني اول سؤال عايز اعرف هل بعد ضغط المباريات اللي كان دايما بعد كل ثلاث ايام بيبقى في مباراه وخلصت الفترة دي وبعديها بيبقى عندكم كل اسبوع مباراة وبالتالي فترات الراحة طويلة شوية، هل ده شيء ايجابي ولا شيء سلبي؟ وازاي حضرتك والجهاز الفني بتاخدوا بالكم من الفارق التوقيتات ما بين الضغط وبين الراحة الطويلة؟ تاني سؤال بالنسبة لعمرو السولية، هل ممكن ان فرص مين تكون اكبر؟ هل كريم ميدفيد ولا حمدي فتحي في مركز نص الملعب؟ طيب خلينا نشوف السؤال الاول. انت بتلعب كل ثلاث ايام مباراه، الوضع ده ما كانش طبيعي يعني، ده مش الوضع الطبيعي في كره القدم. انت بتتكلم ممكن العب اسبوع اسبوعين مضغوط وارجع العب تاني ريجولر كل اسبوع مباراه زي الفرق زي الطبيعي يعني. اعتقد ان في احصائيه يعني اتعملت تقريبا اكثر فريق على مستوى العالم بالزبط بيلعب ماتشات هو النادي الاهلي. متهيألي كان حاجة كده، أنا مش متأكد من صحتها عشان برضه أكون صريح معاك، لكن سمعت حاجة زي كده يعني برضه. لكن اللي أنا عايز أقوله لك هو العادي إن أنت بتلعب كل أسبوع، وبتيجي أسبوع مثلا أو أسبوعين بتلعب مضغوط وترجع تاني تلعب كل أسبوع. إحنا عندنا مش كل أسبوع، خلينا نتكلم صح، إحنا بنتكلم يوم 4، بنتكلم يوم 9، بنتكلم يوم 16. من 4 ل 16 يعني بتتكلم في 12 يوم هنلعب
ثلاث مباريات من 4 ل 16 يعني بتتكلم في 12 يوم بالضبط. ال 12 يوم دول هنلعب فيهم ثلاث مباريات، ثم هننتظر 14 يوم كاملين اللي هو من 16 لغايه 30 نلعب المباراه الرابعه عشان المنتخب. صح، فاهم قصدي ازاي؟ انت برضه عندك مش كل اسبوع، انت بتتكلم كل يعني لما تلعب 4 وتلعب 9 انت هنا عندك ايه؟ عندك 4 ايام فرق اللي هو 5 و6 و7 و8 وبعدين تروح لاعب التاسع. تمام. وبعدين فيها سفريه برضه الكونغو، سفريه برضه مش سهله. هنرجع هنرجع يوم 10 11 12 13 14 15 انت هتلعب 16 تاني، فدي فرق بينهم اسبوع من 9 ل 16 فرق اسبوع مظبوط كده. وبعدين هتريح فتره، فاحنا يعني ده الطبيعي، الطبيعي ان انت بتلعب كل اسبوع مباراه، كل اسبوع مباراه عشان تلحق اللعيبه بتاعتك تعمل ريكفري، تلحق تشتغل على الاخطاء، تلحق تجهز لعيبتك، تلحق لو عايز تعمل فكر خططي او تكتيكي في مواقف معينه تبقى عندك فرصه شغل. ف ده الطبيعي يعني، بس احنا بنتعامل، خلي بالك النادي الاهلي بيتعامل مع جميع المواقف، لان النادي الاهلي ما عندوش اعذار، انت طبعا فريق بطوله، وبالتالي هتلعب مضغوط لازم تتعامل، هتلعب كل اسبوع مباراه لازم تتعامل. الجدول يعني زي ما انت عارف وكل الناس عارفه احنا ما لناش اي تعليق عليه، لما بيجي لنا بننفذه بحذافيره زي ما بنقول. فان شاء الله نتعامل مع المباريات بتاعت مارس ان شاء الله بشكل كويس، واهم حاجه بس مباراه يوم الاثنين ده تركيزنا عليها ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن يوسف، انتوا كجهاز فني تقييمكم ايه لمستوى كل من حسين الشحات ورمضان صبحي، اللي يمكن فيه تركيز زياده على اللزوم شويه من قبل الاعلام والجماهير المصريه بشكل عام، انتوا كجهاز فني تقييمكم للاعبين دول ايه؟ بص يا امير، الجهاز اسف الجمهور دائما بيطمح الايجابيه ودايما عنده طموح ودايما عايز لعيبه الاهلي كلها، اي لعيب عايز يلعب لازم يبقى كويس ولازم يبقى متالق ولازم يؤدي ما يطلبه الجمهور منه، فاهم قصدي؟ بالظبط. الجمهور اللي بيقعد قدام التلفزيون وبيبقى عايز النادي الاهلي يكسب ما بيحطش اعذار، عايز الفريق يكسب وعايز كل واحد يتالق. لعيبه النادي الاهلي عارفه المسؤوليه دي وكلهم على مستوى المسؤوليه وكلهم عارفين كويس قوي طموح الجمهور بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وخصوصا احنا في موسم مصر كلها بتقول ان هو موسم استثنائي، يعني موسم يتطلب التركيز العالي جدا. طبعا تقييمنا احنا طبعا كجهاز فني ما اقدرش انا اكلمك فيه في الاعلام، يعني احنا بنشتغل في النادي الاهلي ما فيش حد في الجهاز الفني يطلع يقيم لاعب او يقيم حد في النادي الاهلي، نظام الشغل في النادي الاهلي مختلف تماما. أكيد. لابد ان احنا لما بيكون في اي كومنت او اي تعليق على مستوى اي لاعب سواء بالايجابيه او بالسلبيه مش هينفع نتكلم فيه في الاعلام، نتكلم فيه في غرف مغلقه ونتكلم فيه بشكل شخصي مع اللاعب، لكن ما ينفعش نقول تقييم مستوى لاعبين في الاعلام. كابتن يوسف انا مش هسيبك برضه، حضرتك ما جاوبتش على حمدي فتحي او كريم نفذ على سؤال حمد الصغير. خالد الاتربي قال لي هلحق صلاه العشاء، مش عارف بقى انتوا هلحقها ولا طب قال لي بس ثلاث اربع دقائق وتخش تصلي العشاء. يا كابتن لسه كابتن العشاء هيقيموا الصلاه كمان دقيقتين بالظبط يا كابتن يوسف. بعد اخر سؤال حضرتك هتجاوبني عليه ده، مين الاقرب يا كابتن ان ممكن يكون الاعتماد عليه المباراه اللي جايه؟ هل كريم ندفد ولا حمدي فتحي بعد غياب عمرو السولية؟ عمري يا عمر ما هقدر اقول لك مين اقرب او مين ابعد، انت بتتكلم في يجي قرار مدير فني، قرار بيطلع في الوقت المناسب. مش ممكن انا كراجل مدرب عام في النادي الاهلي اقول لك مين اقرب ومين ابعد، الكلام ده كله معلش انا طبعا بحترم. لا طبعا يا كابتن، لا 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 احنا بس يا كابتن، لكن ما ينفعش اقول لك مين اقرب ومين ابعد، اللعيبه كلها على مسافه واحده. قرار المدير الفني هيطلع في المحاضره طبقا لرؤيته وطبقا لرؤيه الجهاز الفني كله. طب سؤال سهل يا كابتن يوسف، برشلونه ولا ريال مدريد مين هيكسب؟ انا برشلوني عموما. ايوه خلاص كده كده خلاص كده، يبقى احنا متفقين يا كابتن، كده يبقى احنا متفقين خلاص. طب اخيرا يا كابتن يوسف، يعني احنا يعني عايزين نستغل الفرصه ان انت معايا، بس اخيرا تعليق بسيط، هل مش مستغرب شويه ان ثلاث لعيبه بس من النادي الاهلي في المنتخب؟ من فترات كبيره جدا ما شفناش العدد القليل ده قوي في المنتخب. يعني بص كل مرحله ليها متطلباتها، انت ما تعرفش اجيري وجهازه الفني بيفكروا في ايه، فاهم قصدي ازاي؟ اللي جاوب على السؤال ده حد من الجهاز الفني في منتخب مصر. ممكن يكونوا واخدين لاعبين للمرحله دي للمباراه، يعني كل مرحله ليها شكلها وليها القصه بتاعتها وليها اختياراتها، فمش عايزين نبقى احنا ايه، عايز اقول يعني متسابعين في الحكم، او لكن اللي يطلع يقدر يوضح
ايه اختيارات دي الهدف منها؟ هو حد في الجهاز الفني في منتخب مصر يقول مثلا احنا مختارين العناصر دي عشان المرحله دي احنا شايفينها بالشكل ده او شايفينها بالصوره دي؟ لكن انا طبعا كعضو في الجهاز الفني النادي الاهلي ما اقدرش اعلق على اختيارات المنتخب، احترمها وبقدرها وببارك طبعا للعيبه اللي انضمت، لكن اكيد النادي الاهلي فيه لاعبين كتير يقدروا ينضموا لمنتخب مصر ويقدروا يبقوا مميزين جدا في المنتخب ويدوا عندهم عطاء كبير قوي للمنتخب ان شاء الله. كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، واعتقد ان احنا حاولنا نساله في اكبر كم ممكن من الاسئله، وبالتحديد انا سالته عمر كنت قصد اساله على حسين شحاته رمضان صبحي عشان شايف ان في استعجال طبعا من الناس.